النهارده كمان الزمالك عنده مباراه تانية يا شاسر، مباراه مهمه الحقيقه، هيبدا طبعا مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا. الزمالك طبعا فريق كبير، هيقابل فريق بيترو اتلتيكو الانجولي. مشوار مهم للفريق الابيض في البطوله الافريقيه، يا ترى ازاي يستعد لهذه البطوله، ايه الاوراق الفنيه كمان اللي هيعتمد عليها خصوصا خلال مباراه النهارده. اسئله كتيره هيجاوب عليها النهارده الناقد الرياضي الاستاذ محمد القاضي اللي معانا دلوقتي على التليفون. استاذ محمد صباح الخير. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. يا اهلا بحضرتك. الزمالك لم يظهر بالشكل المطلوب منه في بطوله الرابطه، خسر من فاركو من المحله واحتل المركز الاخير في مجموعته، هل ممكن نشوف شكل مختلف للزمالك النهارده؟ المفروض ان الزمالك استعد استعداد جيد لبطوله دوري ابطال افريقيا، المفروض ان الزمالك قدم مباريات ذات اداء يعني نقدر نقول جيد في كاس الرابطه، لكن نتائج سيئه في كاس الرابطه. هو قالوا ان كاس الرابطه تحضير لبطوله الدوري العام لانها بطوله تنشيطيه، بطوله وديه، فبالتالي البطوله الرسميه الاقرب هي بطوله الدوري العام وبطوله كاس دوري ابطال افريقيا. فالمفروض كده ان الزمالك تركيزه الاعلى في دوري ابطال افريقيا، انما كاس الرابطه كانت بالنسبه لهم بطوله تنشيطيه. فاللي بيحسب انه ان كاس الرابطه يعني ان هي بمقياس لاداء نادي الزمالك في المباراه الجايه، لا، هو الزمالك دلوقتي مركز ان هو ياخد دوري ابطال افريقيا، مركز ان هو ياخد بطوله الدوري العام، فعلشان كده ايه الفرص بالنسبه له اعلى. هو كان بيجرب لعيبه ما كانش فيه لعيبه دوليه موجوده كانت مع منتخب مصر، علشان كده لعب مثلا بالصف الثاني، لعب مجموعه من اللعيبه الاحتياطيين، قدر ان هو يكتشف ناس جديده في كاس الرابطه تقدر ان هي يعتمد عليها في المباريات الرسميه سواء في دوري ابطال افريقيا او الدوري العام. عظيم. أكيد. طيب فكرة إن عندنا اكتشافات جديدة وعندنا القدرة دلوقتي إن إحنا نشوف المدربين والمديرين الفنيين ما عندهمش الخوف إنهم ينزلوا لعيبة جديدة أو يجربوها، فكرة بقى عودة اللعيبة المحترفين اللي موجودين، هل ده هيأثر على شكل الزمالك الفترة الجاية؟ هل هم هيكونوا بدنيا مستعدين ولا قد يكونوا منهكين من الفترة اللي فاتت اللي قضوها مع المنتخب؟ لا، انا اقول لحضرتك الاحسن في الموضوع دوت ان كده الزمالك يسعى لتثبيت التشكيل. معروف ان الفرق الكبيره اللي بتنافس على البطولات وتقدر تاخد بطوله بتسعى اولا لتثبيت التشكيل، بعد كده بتبقى التغييرات في اضيق حدود. يعني هو صعب يدي الفرصه لوجوه جديده في الفتره الجايه باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك الا في حدود الاصابات او الايقافات. يعني احنا لو شفنا تغيير في التشكيل الاساسي هيبقى لاعب او اثنين بالكثير قوي حسب الظروف المتاحه قدامه، انما هو الفتره الجايه يبقى في تثبيت للتشكيل بشكل كبير. حتى لو في حاله ضغط المباريات مش هيقدر يعمل تدوير كتير الا برضه في الحدود اللي انا بقول لك عليها، لانه هو ما قداموش حل واحد غير ان هو تثبيت التشكيل عشان زياده فرصه الانسجام بين اللعيبه، ان هو لو عمل تغييرات كتيره في التشكيل واللعيبه ما فيش انسجام زي ما احنا شفنا في كاس الرابطه. نعم. الزمالك كانت نتائجه مش كويسه يتفادى اللي حصل في كاس الرابطه والنتيجه اللي كانت او المسار اللي ما كانش موافق. بالتالي لازم هو يثبت التشكيل، فما قداموش غير ان هو يعتمد على اصحاب الخبرات واللعيبه الدوليه الكبيره اللي قدمت مستويات عاليه جدا جدا. لعيبه الزمالك كلها اللي شاركت في كاس افريقيا تالقت وقدمت مستوى كويس جدا واشاد بها كل الناس، حتى تشكيل الاتحاد الافريقي الرسمي كان فيه لعيبه من نادي الزمالك موجوده، موجود الونش، موجود فتوح، فبالتالي ما قداموش فرصه غير ان هو يثبت التشكيل وهيلعب بالتشكيل دي فتره كبيره يعني. طيب. لو انت عايزه التشكيل، هو التشكيل معايا، التشكيل بتاع النهارده اللي الزمالك هيلعب بيه الساعه 6 النهارده. محمد ابو جبل في حراس المرمى، وده هيرجع رغم تالق عواد كبير في كاس الرابطه، لكن هو هيدي الفرصه النهارده لمحمد ابو جبل. طبعا عايز اقول لك ان خط الدفاع كله دولي في نادي الزمالك بالجون، يعني عندك اثنين سيرد باكات، محمود الونش ومحمود علاء، لعبوا في كاس افريقيا. محمود علاء نزل في ماتش كوت ديفوار وكان كويس جدا. احمد فتوح باك ليفت طبعا متالق، ما توقعش ان هو يقعد في نادي الزمالك اكتر من كده، يعني اخره الثلاث اربع شهور الجايين دول وهيحترف خلاص، مش هيبقى موجود في نادي الزمالك. امام عاشور هيبقى موجود. حمزه المسلوسي باك رايت منتخب تونس اللي لعب كاس الامم برده ولعب في كاس العرب. فانت عندك بص اربعه في خط الدفاع وجون من شاركوا في كاس افريقيا. باك رايت طبعا في نص الملعب مكان طارق حامد هيبقى امام عاشور، وعندك شيكابالا واحمد سيد زيزو هيبقى قدامهم بن شرقي واوباما وسيف الجزيري فيرود نمره 9. طيب ده عظيم جدا. غياب مصطفى فتحي هل هيأثر على اداء الزمالك؟ احنا شايفينه متالق جدا مع التعاون السعودي. بص، هو مصطفى فتحي كميته ما كانتش ماشيه مع الزمالك الفتره اللي فاتت، يعني مصطفى فتحي كان من هدافين الدوري لما كان بيلعب مع سموحه، لكن كميته ما مشيش مع الزمالك حتى لما راح منتخب مصر مع
مع كيروش في كاس العرب قدم مساوات كويسه، لكن برضه كميته ما كانتش ماشيه كويس مع نادي الزمالك، في حاله نفسيه وحاجز نفسي ما بين مصطفى فتحي ونادي الزمالك. بس يعني انا برضه مش عارف سببه ايه. سببه هو موضوع العقد بتاعه ان كان يخلص اخر السنه دي، فعنده مشكله في التجديد العقد، مشكله كبيره، فمأثر عليه نفسيا. العروض اللي كانت بتجيله بمبالغ ماليه رهيبه، فرق السعر ما بين اللي بياخده في نادي الزمالك، خلي بالك مصطفى فتحي كان من العقود الضعيفه في نادي الزمالك، يعني كان عقده قليل جدا لانه كان بيطلع اعارات وما حضرش فتره التجديد اللي كان فيها مبالغ كبيره، فبالتالي ده اثر عليه نفسيا. انا عايز اقول لك برضو يعني احنا يعني نادي الزمالك عنده تاريخ كبير جدا مع الانديه الانجوليه، فعشان كده كافه نادي الزمالك قصاد بترو اتلتيكو ان شاء الله يوفق النهارده في مباراه اليوم نادي الزمالك ويبدا مشواره بنجاحات. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد القاضي الناقد الرياضي، الف شكر ليك.